السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم واحد البرودوي اللي كينيني الصراحة بحال هاد المعينات هادو. نتوما كما كتشوفوا معايا عندي هنايا كوكوت اللي خدمت بها اكسبري باش نخليها هكا تولي هكا صعيبة في التنظيف. باش نستعمل هاد البرودوي هذا راه خطير البنات الهلوبة، غنية عن التعريف، البنات كيتقداوها وكيخدموا بها. صافي هنايا غادي نديرها البنات، راه ساهله حتى الطريقه كيفاش كنخدموا بها راه ساهله ماشي صعيبه. كناخذ من شويه ديال البرودوي وكندهن بها الاناء اولا كوكوت ولا كاسرونات ولا انا اكسبري البنات خليتها بحال هكا باش نوريكم السرعه باش تبارك الله ما شاء الله كيولي يزول منها الوسخ. وراه كاينه في المغرب، راه ماشي ما كايناش، كاينه في واحد الشركه بلا ما نذكروا الاسماء وكتوصي عليها الناس وكيجيبوها لك دايره 25 درهم. راه زوينه كنخدموا بها الومنيوم، كنصيقوا بها سميتو رخام، شنو عاود ثاني كنصيق نحكوا بها هنايا لي بلات. انا راه شحال هذا باش شاريها وما حليتهاش، عرفتوا النص ديالها لتحت ليكيد والفوق شويه بحال سايح وبقيت كتخلطها. هنايا نتوما كما كتشوفوا غندهن هاد الاناء كامل. هادي ما صرح هاد لا كنشريها وكتكون عندي في الدار وكنحتفظ بها، كتليق البنات للزرابي، كتليق للفايانس، كتليق هي بزاف متعدده. تصرح هاد الاستعمالات وكتخلي الحاجه كي كتخرج كتبري كتخرج منوره ما شاء الله. هنا كوكو دائما البنات حلوها ملي كتخرج، ملي كنحيدو هاد الفوقاني ديال الكوكوت كيساعدنا باش نحكوها مزيان. دائما انا كنزولو حتى هويا وكندهنو بحال هكا. صراحه الله انا البنات صراحه حكيت المواعين ديال ديولي كاملين حكيتهم. هنا كانوا سالوا العواشر وعندي واحد البوطه كتخرج لي الدخان، قلت غادي نصوبها ان شاء الله باذن الله ومنها نبارطاجي معكم الطريقه باش كتخرج ليا هاد المواعينات هادو. هنا البنات شوفوا معايا شد في لافابو، غادي ندير واحد هاد الفيطة هكا باش ما تبقاش تجر ليا، باش ما يبقاوش يتجر الماء ديال الالومنيوم ولا الانوكس. حكون عندنا صراحه ديال غير الالومنيوم ولا الانوكس صافي. وكنحط الاناء ديالي، شوفوا حتى شفت راه خليت البنات مشي درت الشغل ديالي وخليت برودوي لصق على داك كوكوت. صافي هنا كنجيب الصابون البلدي وكنجيب الصابون ديال تنجيب عفوا الصابون ما تنجيبش ما تستعملش الصابون البلدي نهائيا، كنستعمل غير جيكس تاع السلك وجيكس العادي. صافي كنحك هذوك الكحل كامل عرفتي البنات كيطير، وراه حكه غير خفيفه كون استعملتيها عاديه ما غاديش تعطيك هاد، كون استعملتي غير عادي بالاخر بالجيكس العادي حتى هي تجي تتزول دغيا. انا مع كانت عندي ديجا هادي كانت عندي واكله الضغط صراحه الله خدمت فيها بزاف. ومني كيساليو هكا العواشر ولا كيكونوا قربوا العواشر كنقي كاع هادشي كامل. عندي واحد البوطه اللي فعلا كتكرفس لي على المعنات ولكن دايره لها معنات خاصين بها. صافي شتو معايا كلشي كيطيح دغيا دغيا دغيا. صافي كتبقى هاديك الحكه ديال اللمعه كنديرها بجيكس لاخر. صافي ما كتاخذش بزاف تاع الوقت، نمشي بهاد الطريقه هادي وكنحيدو كاع دوك لي ديطاي لي تيخليونا الكحل فشي بلاصه. نمشي بهاد الطريقه هادي حتى كنكمل. زوينه الصراحه هاد الله كتساعد البنات عرفتي كتخلي واحد اللمعه. شفتوا شحال ديال الكحل شفتوا هادي البنات راني حكه غير قبل من رمضان، مورا رمضان شوفوا كي ولات يعني شهير تاع الخدمه. شوفوا معايا كيفاش ولات صراحه هاد الله كتنفعني هاد الهلوبه فن 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 بزاف وكتخلي المعينات نقيين. دابا غادي ندوز نستعمل جيكس العادي صافي وغادي نبقى نحك بشويه بشويه بشويه
حتى كتعطيني داك لابغيونس ديال الانوكس ديال الالومنيوم ديال المعين ديالي. حيت كنقول لكم البنات الانوكس لان عندي حتى الانوكس و هو خدمته حيتو عليا مره واحده. بديت غير كنت باغا نصور لكم غير كوكوت صافي، وعقبتها هما دوزت عليهم بحق ما ماشي بنفس الحاله اللي كانت فيها الكوكوت صراحه. الله هاد الكوكوت كانت واكله الدق، راكم عارفين رمضان والشقه ديالو. نعاد كتب البنات نحط لكم هاد الفيديو. وقريب بنيت العواشر ديال العيد الكبير، شفتوا شحال ديال الدخان كينزل. ملي كنبقى تنتبع دوك لي ديتاي ديال الكحال اللي تبقى ليا تما فين ما بات لي شي حاجه كنزولها. كنبقى غادا بهاد الطريقه هادي. شفتوا معايا البنات راه ساهله، وحتى داكشي اللي بقى تما راه باقي غنزول. وغادي نحك هذوك اليديات ديالها ولا دوك الودينات من الداخل، غادي نحكها من الداخل عرفتي، كتخلي واحد لابغيونس فن 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 صراحه. وسهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه، وحتى الثمن ديال البنات مناسب، راه تستعملها جوج مرات ولا ثلاثه في المعينات اللي عندك في الدار كاملين. شفتوا زعما راه ماشي، شفتوا معايا هاد البلاصه هاد الودينات هادو كيبقاو صفرين من الداخل، كنحكهم وكنجرس السلك شفتوا باش كيخرج لي كاع داك هذاك البقايا تما كاينه. ناخذ واحد الموس تبقى نقي به ثاني تماك. هسال حنا تبارك الله ما شاء الله المغربيات عارفين هذا الشيء هذا، وكنستعملوه دائما باش نوقفوا على شغلنا بيدنا. هذا هو اللي كاين. وتقريبا مع فق صوبتهم مشيت صوبت الفطور، جمعت الدار، طيبت الغداء وشديتهم كنحكم دغيا 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 دغيا. ما كملاش نص ساعه كملت دوك المعينات اللي كانوا عندي كاملين، بحق هذه اللي كانت شويه فيها شويه ديال الخدمه صافي، ما تبقى كلشي كان خفيف. كنت كنخدمهم بالبوطه الاخرى، ما كنخدمهمش بالبوطه اللي كتدير لي داك الدخان. وانتم كتشوفوا زعما راه ماشي بزاف، وانا من الناس اللي ما كيبغيوش يحكوا هاد الالومنيوم وهاد الانوكس. ما كلمش عليك والله ما كنحملها البنات، كون صدت انا هاد البوطه غير نبعدها على البوطه ديال اللي كاينه عندي في الكوزينه ديال اللي كاينه عندي في الكوزينه ديال الالومنيوم، باش ما يبقاش عندي دوك الدهون وداك الشيء. وحده مخليها الكوكوت والقلي، وحده الكويزينير على برا في البالكون مخليها الكوكوت والقلي، والداخل ديال الداخل كندير فيه اسيف، ندير فيه حاجات عاديين. شفتوا كنبقى نقيو هاد الودينات هادو البنات، راه كيكون فيهم هكا الناس. انا ضربت صبعي كتاس، ما كنكون مركزه مع سميتو ما كنردش البال دائما انا فين تندير شي خميره، كان كلشي دقه. وهاد الكويزين اللي على برا ديال البالكون تتكارفس لي على المعان، يعني دير لها كوكوت ومقراج وواحد الحاجات اخرى فاش كنقلي صافي. هادو هما اللي تيكون عندي ديجا مكرفسين، شي حاجه اخرى لا. وهاد العجين ديال الهلوبه كيخليهم ليا كيلمعوا البنات، بحال لا عمرها ما دازت من هاد التكرفيس صراحه. الله والله زوينين، زوين تيخلي المعينات زوينين، وكيخرجهم لي بواحد الطريقه فنه وسهله. هنا البنات كما قلت لكم قيس مركزه مع هاد الودن، كنجبد هذاك لي ديطاي ديال الدهون اللي كيكونوا تماك، وضربت يدي بالموس صافي. ملي كملت باقي ما كملتش البنات، غنبقى نحك حتى تبقى لي نقيه، وغادي نبارطاجي معكم كيفاش كتجي فينا صراحه الله. وسهله، ويعني اللي ما بغاش اللي ما بغاش يخدم حويجه تدارو بيدو هي فاش كيكون عندنا تخمر داكشي مزيان. ولكن ملي يكون غير بحال هادشي هذا، نشري باكيه ديال الهلوبة ب 25 درهم ونحطها عندي بالدار. وخصما عشقت اني نوض المعينات نحكم، كنلقاها كتساعدني وكتخلي واحد لابغيونس زوين، وكتنظف لي الصراحه المعين مزيان. خليكم معايا البنات خاص على فيديو باش تشوفوا المعينات في التالي كيفاش جاو غزالين صراحه الله، كيحمقوا ونقصت عليه بزاف تعشقوا. شوفوا البنات راه واخا كتحكي وتعاودي كتبقى مراويه، هذه باش زوينه شي بحال الصابون البنتي، ما الصابون البنتي ما كيديرش هذا
هاد لا تيكستور تاع الرغوه. وكاين البنات واحد البرودوي ليكيد اللي كنغسلوا به البوطه تاع البنات، راه حتى هو ياك يعني تكون عندكم هكا شي ماعن اللي يكونوا معمرين هكا ليكيد وعامرين كحال، تنرشهم به وتنمشي نشقى ثاني عاوتاني حتى تنجي تندوز عليه غير هكا السلك، نعاود ندوز عليه شويه تاع ندوز السلك وندوز عليه شويه تاع الجيكس العادي ديالنا. وها حنا اختي سالينا باش نوفروا على روسنا داك الالم وداك العياء وداك التعب اللي بزاف. تشوفوني هنا نيستين اللي خدمتي بالجيكس الحرش بزاف ما شرطاش لا البنات ولا ما شرطه، ولكن عرفتي داك الغضي ديال داك الكحال بقيت تابعه حتى كملت داك الشيء كامل صراحه الله، باش تبقى ليا الكوكوت كما تنبغي. وكما قلت لكم راه كنحكو نعاودو نشللو نكب الماء وتتبقى كوكوت مرغويه صافي. ملي كنشلل كتبان لي باقي فيها شي ضربه كنعاود ثاني نحك داك الجيكس كيف ما شاء الله فيها البرودوي زوين صافي. هنايا انتم كتشوفوا معايا من بعد غادي نبقى نحك هذوك البلايص اللي فيهم الدهون في الودنين حتى كنكملهم، وغنزيد واحد الحكه ان شاء الله ثاني من الداخل حتى كتولي كتبري ما شاء الله. وغادي نصور لكم كيفاش ولات في التالي فيديو سهل ولكن زوين البنات، فيديو عادي البنات ولكن سهل غيعاونكم ساشارك معكم لي ديتاي تاعو على ديتاي. الى عجبكم لا فيديو ما تنساونيش البنات من لايك واشتراك وتفاعلوا لي مع الصفحه ديالي باش هكا بالقناه ديالي باش هكا تطلع. تهلاو لي فراسكم وعواشركم مبروكه واي تفاعل او اي تساؤل هنا باقي لي البنات. غادي نزيد واحد الحكه من الداخل باخص فوريه من الداخل نكمل ان شاء الله باذن الله. او شتو هنايا وغادي نكمل معكم التصوير ان شاء الله باذن الله. غنزيد واحد الحكه من الداخل وها انتم ها هي تشوفوا فيها كي ولات الى اللقاء.